للطبيب. مم. أيوة طبعا فيها تشتري بالنسبة للمريض وهكذا، يعني هي فيها نفس البيانات الموجودة. طيب دقائق يا أشواق، قبل ما تطلع يا أشواق خلينا نعمل ما نعمل لوك للميتينج الأساس منه. أشواق ممكن تحاولي طيب تطلعي وتجي راجع تاني، هاي دي خلاص. أشواق ممكن تتكلمي، صوتك طلع. انا ظاهر لي لا لا صوت هسه كده تمام. أشواق شوي ايوه قل لها السلام. تغرغرت يا مويت الملك بكورونا، ها تغرغر بيها. عملت انا الزوم القديم ونزلت واحد جديد وقصه كده. كده بعد ده هنعمل هنا. ممكن تعرف نفسك؟ انا انور، وفي دكتور امير استاذ مساعد في جامعه الامام محمد بن سعود في السعوديه، مهندس برمجيات. اهلا ومرحبا. مرحبا مرحبا، انا اشواق، اشواق عبد الرحيم. بيسكلي انا صيدلانيه ولكن اعمل في مجال الهيلث فاينانسينج، فشغاله في التامين الصحي و كو فاوندر مع ضحى لدار ريسيرش طبعا في مجال البحوث الصحيه. شرفنا والله كثير دكتورة أشواق والدكتورة ضحى. تمام أشواق، طبعا ده الموديل الحياة دايرين نعمل زيها. الفكرة بتاعت البحث الأساسية إنه دايرين نصل للسيمتومز الممكن يجراها سنسر ويعمل ديسيجن whether or not البيشنت عنده يعني كورونا بأكيروسي يعني كبيرة. ده موديل شبيه له مش هو نفسه. في جهاز اسمه الراسبري باي، لو شايفينه هنا في الشاشة راسبري باي 3، ده بيتوصل معه سنسرز وكده. لو كانت حاجة ويرابل ديفايس مثلا، هاي بتتلبس في المعصم هنا ولا حاجة بيتخطى عشان تاخد سيرتن سيجنالز من الجسم ولا غيره. فالسنسرز وفيها الـ RFID ريدر اللي هو الراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن، دي عامله زي الشريحه الموجوده في السيم كارد بتاع الموبايل ده. الراديو فريكونسي بيسمح لنا انه ننقل يعني اشارات ما بين تاورز ما بين حتات مختلفه. فالكلام ده بيتخزن ويحصل له ماتش مع الداتابيز. الداتابيز موجوده هنا في الاس كيو ال ستراكشر كويري لانجويج، فهنا بيقدر يلقى التاج بتاع الداتا. التاج بتاع الداتا ممكن يكون بريسكريبشن، ممكن يكون دايجنوسيس الى اخره. في نفس الوقت بيرسل اشارات للمريض، مثلا ذكر انك الدواء ما اخذته، يرسل اشاره للبروفايدر مثلا لو كان ولده ولا بيته، يذكره انه الزول ده ما اخذ الحبه الى اخره. فدي الفكره العامه بتاعت الموضوع. دكتور امير لو داير تشرح زياده اكثر عنه. أيوة. مش وقت تكون معنا في الصوره. طيب زي ما ذكرت انا عملت الموديل ده، والموديل ده يعني عندي الساعه دي موجوده بتقرا عمليات حيويه في الجسم، بتكون ملبوزه كده في المحصن، تقرا عمليات حيويه في الجسم بتحت درجه الحراره بتاعت الجسم حاليا وعدد ضربات القلب. تمام، يعني ملبوزه كده في باليد كانه ساعه عاديه، يعني حتى النظام بتاعها هي ساعه عاديه بتقفل. تمام، عندي فيديو هنا، يعني ممكن انا عملت يعني برزنتيشن عن طريق فيديو، ودي كانت كونفرنس. تمام، يعني من الكورونا طبعا ما يعني جهزته لكن ما عملناه واتلغى. يعني دي اصلا مكتوبه كجورنال، لكن عندي ثاني واحده ككونفرنس. ونفس النظام اي او تي بيس ار اف اي دي اند ريسبري باي اركتكشر فور مونيتنج انتيك ميديسين، وده كان للكبار السن.
انه كبار السن عندهم امراض مزمنه، عندهم وصفات طبيه، ادويه بياخذوها في زمن معين في وقت معين. لكن طبعا اولاد وعيال مشغولين تمام بالامور الحياتيه اليوميه، فالحجب كله لابس الساعه بس بيشيل الدواء وبيعرض الدواء كده مع الساعه، الساعه بتقرا سنسور للوصفه الطبيه اسم الدواء والوقت وبتنزله في قاعده البيانات، بيعرف يعني انه مثلا عنده ثلاث حبات في اليوم، الساعه كده الساعه كده الساعه كده، هو على طول بياخذ الدواء وبيعرض الهنادي كانه غاريه بتاعت الاسعار اللي بنشوفها حاليا في المولات والاسواق كده بتاعت الاسعار، بتقرا السعر وبتعرض بعدين السعر وبتاعت الجمله بتاعت يعني الفاتوره. فدي نفس الفكره تمام. فانا يعني زي ما ذكرت قبل شويه انه جانا بحث، عاوزين اي بحث في الكورونا، ففتحوا لنا كمشروع يعني فيه فند كويس مره. فانا زي ما ذكرت للدكتور انور ودكتور ابو حق قبل شويه، انا دخلت بس يعني كتبت الاشياء الاساسيه الرئيسيه، وكان اخر يوم في تقديم الابحاث، وسبحان الله اسبوع على طول رسوا لي القبول بتاع البحث نوتيفيكيشن. ف انا نزلت يعني فقط بناء على المعلومات اللي عندي انا وفي راسي انا، يعني بقرا درجه الحراره وبقرا عدد دقات القلب. لكن انا زي ما ذكرت لهم نحن عاوزين عمليات حيويه اخرى ممكن الساعه دي تقراها لينا بالاضافه الى درجه الحراره وعدد دقات القلب، فحاجات يعني في الكورونا بتختلف عن الامراض الاخرى. فزي ما عرفنا حاليا الانفلونزا هي عندها نفس الاعراض بتاعت الكورونا، فهي على طول هنا يعني اي شخص عنده حمى تمام، عنده يعني انفلونزا التهاب معناه دي حصلنا لينا ككورونا. فطبعا هنا الاكيوريسي هتكون جدا سيئه او جدا ضعيفه. ففكرت مع الدكتور عمر وقلت له يعني عاوزين يعني اشخاص يعطونا مثلا حاجات زياده كده في التفريق بين انه ده مرض الكورونا ومرض عادي، فانه مثلا لو ما كان 100% انه اعطت انه ده مرض بتاع كورونا، انه تعطي على الاقل يعني 80 85 انه الشخص ده يعني ممكن يكون موجب. فدارين بس يعني حاجات زي دي وافكار زي دي وننزلها في المقترح ونشتغل على الموديل بتاعنا ده ونعدل الموديل على الكورونا، بحيث انه هنا ممكن نضيف اعراض اساسيه رئيسيه للكورونا بيقراها لنا السنسور مباشره. وزي ما يعني ممكن يقولوا قالوا اللي عنده حمى يعني حمى الانفلونزا دي مثلا ما تتعدى كده في المية، لكن حمى الكورونا اعلى، لكن اعلى كم؟ والانفلونزا العاديه مثلا درجه الحراره بتاعتها كم لو زايده معناها انه الشخص ده عنده حمى عاديه. فدي حاجات نحن عاوزين ننزلها بعدين نحن بننزلها في الداتا بيس، انه مثلا درجه الحراره 47 48 على طول عدت ال 48 كده تحت اشاره واحد انه في عرض واحد، فعاوزين اكثر من عرض بعدين يحتي التحلل وانه مثلا نسبه كده انه ممكن الشخص ده يكون مصاب بالكورونا. فدي الفكره العامه اللي نحن عاوزينها. ودكتور انور طبعا تواصل معي واحد بنفس الفهم ده، قال لي يا اخي نحن نفس الساعه دي عاوزينها نسويها للحجاج. ف قلت له خلاص كده اديني، يعني واحد سعودي معانا هنا وهنا، قلت له خلاص كده اديني فرصه. زي ما قلت لك المره اللي فاتت دخلت بمشروع ودخلوا فيه 17 وطلعوني وادوني حاجه كده بسيطه وطلعت برضه من المشروع. بس اذا قلت له والله انا ما عندي الفكره العامه بتاعت الهنا دي، لكن اسي دي لانه عندنا تايم زون معين بعدين نشتغل في الهنا دي، بعد ما ننتهي ممكن بعدين نحسنها نسويها تكون للحجاج بنفس الشيء، يعني تحت اللوكيشن للحاج الحاجده مثلا لو طلع برا الحرم على طول تحت الارض للشخص المسؤول عن الحجاج في المنطقه المعينه، برضه نفس الحاجة ده لو كبير في السن عنده مثلا حمى، جات حمى، عدد دقات القلب، الحاجات دي على طول تواصل مباشره مع الاسعاف. ودي يعني ده بعدين حيكون كفيوتشر ورك في الشغل، لكن حاليا بس نحن عاوزين اعراض اساسيه رئيسيه في الكورونا وبس، عندنا نظام جاهز يعني نحن ننزله وتحت برسنتج معين انه الشخص ده ممكن انه يكون مصاب بالكورونا.
عاوزين كأفكار يعني. عندنا طبعا فيها فيتشر تاني بتقرأ اللوكيشن، يعني مثلا انت مصاب فيها لوكيشن جي بي ار اس بتحتي الزون او ال 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 يعني المساحة اللي انت مشيتها في اليوم. على طول ناس الصحة بيعرفوا مثلا انك انت مشيت البغالة دي، مشيت السوق ده، ممكن تكون خالطة اشخاص هنا، ده لو طلع انك انت عندك مثلا موجب بالكورونا، هم على طول بيعرفوا بعد انت مشيت وين وخالطت منه ودخلت وين وبياته بغالة ودخلت ياته سوق ومشيت ناس منه وبيت ناس منه. بدي الحاجات اللي ممكن تكون كواحدة من الفيتشر بالإضافة للحاجة بتاعت الكورونا الأساسية الرئيسية اللي نحن عاوزين نعرفها. هذه كل الفكرة العامة، وعاوزين يعني لو عندكم أي أفكار نحن ممكن نضيفها للحاجة دي، أي حاجات تانية ممكن نضيفها أيضا كفيتشر، ومنها تكون كشيء موسع يعني كلها خاصة به الكورونا. ممكن يكون فيها يعني نقاط بتاعت مراكز عزل، أقرب مركز عزل إليك مثلا يكون موجود في الماب، تمام، يكون في تواصل مباشر مع الأشخاص الأطباء اللي موجودين في مركز العزل. أنت بترسل لهم لوكيشن، هم بيجوك على طول مباشرة داخل النظام. هم يكون عندهم ويب سايت خاصة عندهم في مراكز العزل، أو حتى إنك أنت لو ما عارف إن دي أعراض على طول الساعة دي تحطي إشارة لأقرب مركز عزل ليك، وهم بعدها بيقوموا باللازم. تمام. طيب الفكرة جميلة شديد يا عامر. يلا أول حندي نمر على الفيروس في أعتقد معلومات أمير. أيوة. معلش. أيوة. لا لا عادي عادي. معلومات شوية نقولها عن الفيروس قد تساعدنا في نعرف نقدر نفهم البيهيفير بتاعه على ضوء نشوف الممكن شنو السنسر ده ممكن يربط لنا ولا لا. طيب هو بالنسبة لنا فيروس جديد تماما على العالم كله، ما عارف عنه حاجات كثيرة يعني. أيوة. ده أيوة. الناس بتبدا تكتشف فيه، فلدرجة دي انه هسه احنا مخنا ده بدا مسخن الليله، بتقرا بيبر الصباح المسا تلقى بيبر بتاع في الكلام طلعته من الاول، لانه اي شيء جديد فالناس ما عارفه حاجه. ده بيتفتش انه ممكن يجي بياته اعراض وبياته اشكال وبياته اعراض مضاعفات عشان. نعم. طيب اول ما بدا الكورونا اذا بنتذكر انه كانوا بيقولوا انه فتره العزل والحضانه اسبوعين. نعم. اللي هي الفترة بتاعت الحضانة دي إنه المريض بيكون حامل للفيروس لكن ما عنده أعراض. نعم. وكانت الخطورة بتكون في إنه ليزر يعني على المجتمع، لأنه أنت حامل للفيروس وممكن تنقله لغيرك وأنت ما عندك أعراض. يعني إذا أنا مثلاً أنا حاسس بأعراض عندي قحة، حمى، ضيق في التنفس، معناه أنا غالباً عندي حتى كمان المهم عندي عياء فبعزل نفسي. لكن فترة الحضانة دي الزوج ما تكون حاسة بأي عرض وحامل للفيروس وبتحرك في المجتمع عادي وبينشر الفيروس. أول ما بدأ كان بقول فترة الحضانة أسبوعين، في بعد ذاك عملت دراسات طلعت إنه فترة الحضانة مدوها لحد 3 أسابيع. أنت 3 أسابيع حامل للفيروس لكن ما عندك أي عرض. دي على فترة الحضانة. فيبدأ إنه بالنسبة لنا السنسر ده إحنا عايزين نستخدمه إذا الزول قد يكون حامل للفيروس. نعم. ما عنده أي أعراض في فترة الحضانة وبديه نيجاتيف. نعم. إذا أنا ما بقدر قد يفقد لي السنسر ده بتاعي ناس كمية هم في فترة الحضانة هم حاملين الفيروس لكن ما عندهم أعراض. بالضبط بالضبط. أيوة. ودي حاجة كويسة طبعاً. نحن معلش للمقاطعة بتاع عشان هنا إنه طلعت أولمش نفس الدراسة دي قالوا إنه اللي أصلاً ما حامل أعراض معناها يعني ما ممكن ينقل عدوى. وجمعت امبارح حتغير حاجات كثيره في الفيروس والعزل في الدراسه. ليش ما اريدكم انتم الاثنين في النقطه دي قبل 5 دقائق قبل ما ادخل الزوم دبلة شؤو تراجعت عن كلامها ده وقالت فهم خطا. وهنا بنرجع لنقطه انه الى الان في معلومه واضحه يعني ريجاردنج كورونا، واسفل المقاطعه يعني. لا لا اوكي. شفت يعني كل مرة في كل اليوم بتقرأ كم بيبر، كل واحدة بتقول كلام ودي بتنفيه ودي بتثبت وبكرة يطلع القرار وتراجع القرارات، فلأنه ما معروف عنه حاجات كثيرة. طيب نجي للنقطة بتاعت الأعراض. شنو أنا ممكن لما العيان يكون عنده الأعراض 1+2+3 أنا بقول ده غالبا المريض غادي يكون عنده كورونا. للأسف لحد الآن ما بقدر أقول لكن والله كده وكده وكده الطلق دي معناها كورونا بنسبة 90 أو 95%.
في برضو عشان كده أنا أنت ممكن تكون بتوقع إنه مثلاً السنسر عايز تشتغل عليه وتشتغل عليه في السعودية. في ميزة إنه السعودية بعتقد إنه عندها داتابيس كويس شديد اللي هي ده الإبديميولوجي البسيط، يعني ممكن كل العيانين الموجودين تم تشخيصهم بالكورونا في البلد أنت ممكن تصل للداتابيس بتاعهم بسيمبل ديسكريبتيف أناليسيس. أنت ممكن تطلع والله أغلبية السعوديين الكونفيرمد إنه عندنا الأعراض اللي كان بيجوا بيها. حس في بدت في أمراض يعني يرون بيجوا بأعراض غير يعني أعراض غير تنفسية تماماً. ممكن في ناس بيجوا بمشاكل في القلب، في ناس مشاكل في الكلى، في ناس في مشاكل بالأوردة والشرايين، في ناس مشاكل في الأعصاب. جلطات أكثر. أيوة. بالضبط. فبقت بالنسبة لنا يعني قد تكون في فاريشن من دولة لدولة من منطقة لمنطقة الجسم مناعته، لكن إنه لما يعني تكون عندك أنت داتا على مستوى دولة فبتقدر تعرف الترند العام في الدولة. يعني والله مثلاً 60-70-80% من السعوديين تكون الكورونا بيجيهم بأعراض تنفسية. إذا معناها أنا محتاج أنتبه، أي زول عنده أعراض تنفسية غالباً بنسبة 60-70% عنده كورونا. قد تجيك دولة تانية كلهم بيجيهم بأمراض كلى ما عندهم أعراض تنفسية. إذا الداتا على ناشونال ليفل على مستوى الدولة بتديك أنت إنديكيتر تعرف والله بتجيني فيها تشكل في الدولة دي في العيان دي في البوبوليشن بتاعي ده. دي بتساعدنا في الحاجة دي. إذا هنا طالما انت هتشتغل السنسر بتاعك في السعوديه ممكن تشوف سيمبل ديسكريبتيف اناليسيس بتاع او داتا بتاعه السعوديين اللي هم موجودين هناك، كان الباترن والبرزنتيشن بتاع الكورونا بيجي عندهم بشكل بتاع شنو. صعب طيب. لكن هنا صعب صعب انه الواحد ياخذ داتا. ايوه يلا اذا انت ما حاجه انت براكه زول بس هاوي او عندك عشان مثلا اكاديميا انت طالما الناس بالذات انت ممكن تخش لهم بمدخلين واحنا خاشين على الحج وقريت اعلان انه حيكون في ريستريكشنز يعني جاست 20% من كل دول حيسمحوا اليوم ستيل في كونتاكت غلط فالريسك هنا بكون اعلى. فانت محتاج تفهم طبيعه الفيروس في الناس ممكن يكون عندهم شنو. هنا قد تكون عندك بالنسبه لك مدخل وحتى بروسيس الانتقال بعديه وزاره الصحه تبنى الحاجه دي ما اعتقد تكون في اشكال كبير شديد. هم اعتقد ادفانس في الحاجات زي دي شوي سعوديين. طيب نجي نرجع يلا للاعراض. انا السنسر بتاعي ده ممكن يقرا لي شنو الحمى. في حاجات الحمى اساسيه في النهايه هو فيروس كلهم من الانفلونزا الطيب بتاع الانفلونزا. الفيروسات بصوره عامه بتجيب حمى عاليه. حمى الكورونا ما بقدر افرزها من الحمى العاديه. الكورونا انا من الاعراض براها ما بقدر اقول نهائيا بس من الاعراض والله انا بقدر اقول لك بنسبه 90% بنسبه 80-90% الكورونا ما بقدر خالص لأنه في النهاية هو فيروس منتمي لنفس العائلة بتاعت الإنفلونزا العادية فما بقدر أخش فيه. لكن البروتوكولات الوطنية لكل دولة عملت حاجة اسمها السكورينج سيستم. السكورينج سيستم ده بيسألوك فيه يعني مثلاً حسنا هنا في مراكز أو ده تراياجين الفرز لما أي مريض خاش أي مستشفى بتلاقيه أول منطقة الفرز عشان يعرفوا إذا أنت خاشي. حتى اعتقد الاكسبيرينس بتاعت السعوديه زمانك في السارس وفي السواين فلو والحاجات الناس بتجي بيسالوا اعراضك شنو كده 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 حسب السكورينج سيستم اللي هم بيكونوا مدربين عليه ناسهم. ده انت والله عندك مثلا 60% قد تكون عندك كورونا ولا سارس بتمشي باتجاه وانت ما عندك ريسك بتمشي في الحته العاديه اللي ما بيخافك تلوثها هنا او تنقلنا في مرض. فمحتاجين اذا نرجع للسكورينج سيستم عشان نشوف هنا الأعراض بتاعته من الممكن يكون هو أكثر عرضة للإصابة بالكورونا. وهنا دي بدينا في حاجات تانية إذا أنت ممكن تغير الفكرة بتاعت السنسر بتاعك إنه فقط يعتمد هو بناء وإقرأ. يعني السنسر ده إذا أنا فهمته صح إنه هو زي ساعة الزول بيلبسها. الساعة دي ممكن تقيس لها شنو بتقيس لها بيقولوا عليها العوامل الحيوية اللي هي ممكن تقول لها درجة حرارة ممكن تجيب لها تقيس لها الضغط ممكن تقيس لها دقات القلب دي الحاجات اللي معتقد الأساسية اللي ممكن أو ممكن لحد ما تقيس لي التركيز بتاع الأكسجين في الدم إذا خطيته في طرف الأصبع بتاعي مثلاً. دي الحاجات اللي ممكن من غير ما أنا أتدخل بس مجرد ما يلبس الساعة دي ويقراها لي. لكن في حاجات تاني في عوامل تاني حتى في السكورينج سيستم بتاعتها مثلاً عندها ريسك أعلى. يعني إذا زول جايني من دولة مثلاً من البرازيل ولا من أمريكا أنا بتوقع إنه تكون عنده ريسك أعلى شديد من إنه يجيني من دولة والله عملت كنترول ولا ما عندها كيسز كبيرة
منها. فإذا السنسر ممكن الزول يدخل يعني يسمح بينه الناس تدخل فيه السكورينج سيستم بتاع الدولة. ما أعتقد الإكسبيرينس بتاعت الصين أول ما بدت يعني كان في تقرير أول ما بدت الكورونا واحدة من الحاجات اللي ساعدتهم إنهم يعملوا يقدروا يعني يقول شو يتابعوا الحالات اللي هي مشتبه إنها هي ممكن تكون كورونا. عملوا زي السنسر ده ورابطينه طوالي بالرقم الوطني بتاع المريض المواطن عندهم كلهم عندهم في الداتابيز بتاعهم وبيقدروا سوى إنك تحركت اختلطت مع عمله وهكذا كده وبيتقري هم في الشارع بيقروا لهم بجهاز وبتربط مع الانت مثلا انت والله زول عندك ضغط وعندك أزمة وكنت في حتة مشتبه إنك كده انت عندك ريسك عالي جدا إنه ممكن تكون عندك كورونا. وحاليا السنسر قالوا عندك مثلا حمى عندك مثلا ريسك عالي شديد لأنه أنا أورد ظاهر عندي أنت عندك كمان أمراض مزمنة دي اللي هي دي أضعاف مضاعف إنك الخطر بتاعه. إذا بيقدر تسمح إنه تكون في إنبوتس سواء يدخلها مثلا الكادر الطبي أو يقدر يدخلها المريض نفسه وتعمل له كولر كودينج والله مثلا نسبة الريسك بتاعك أنت مثلا نسبة الإصابة بتاعتك بالكورونا يعني مثلا أخضر أصفر أحمر وهكذا حسب السكورينج الدول بيدخلوا. فهنا بتدي مساحة لأنه شوية تكون مور ريلايبل يعني في جزء من الهيستوري بتاع العيان المريض نفسه وفي جزء بتاع التست اللي بيقراه والسنسرز بيقرا بتاعتك الفايتال ساينز بتاعتك والهيستوري القديم بتاع سواء ميديكال هيستوري ولا بتاع امراض مزمنه او علاجات او مناطق متحرك فيها ريسك وهكذا. محتاجين نبدا على الاكسبيرينس بتاعت الصين هم الحاجه اللي استخدموها دي بالضبط فيه سنسر بس ما اعرف تفاصيله هو شنو الحين انا عارفاه كان مربوط بالرقم الوطني بتاع كل مواطن في الصين ودي ساعدتهم في انهم يقدروا عديد بيدقوا الباب بيجروه بالجهاز يعني حتى على المستوى السنترال بيدقوا لك الباب بيجروك من الباب ويدفعوك في الكارنتين طوال. حتى كان في مشكله بتاعت كونفيدنشاليتي وانت جيتني وتهجمت عليه وبيتي لكن كانوا دي واحده من الحاجات اللي خلتهم انهم يعملوا كنترول على الاوتبريك ده بطريقه كويسه. فدي الحاجات اللي جات في قصتي اثناء ما يعني اثناء ما عرضت الفكره بتاعتك في حاجات قد تساعد في حاجات قد تكون بالنسبه لي ممكن تكون شوية تشالنج إنه متحصل على حاجات. ده يلا ذا شو بفكر بمخ عالي بعدين نشوف الشواق إذا عنده أي إنبوتس وعنده أفكار ونشوف كل بعد ده الكلام ذا ممكن يساعدنا في شنو ممكن تكون مش التشالنج إذا ممكن تواجهنا شنو. طيب شكرا يا ضحى شكرا دكتور عامر. حقيقة أمير أمير سوري طبعا ضحى قالت عامر خلاص. لا مشكلة. كثير وفرصة سعيدة يعني حقيقة المشروع هو مشروع يعني زي ما بيقولوا promising وفي نفس الوقت بيتكلم عن الانتليجنس وأنه الناس عملية الانتجريشن للانتليجنس مع الميديسين وهكذا. أنا ما هعيد كلام ضحى يمكن الحاجة اللي هي المشكلة الحقيقية بأنه السيمتومز الظاهرة بنحولها بعمليات حيوية أن الكورونا متشابهة مع أمراض كثيرة حتى فيروسية وغير فيروسية يعني الحمى الكحة الجافة وطبعاً وما يترتب عليه من عمليات حيوية عشان نقدر نقيسها بالسنسر دي كلها بتبقى هي المشكلة كلها بأنه يعني متشابهة. هنا بيديك أنه patient يعني زي ما بيجي الدكتور أنا بيجيني دي الأعراض بدأ احتمالية أنه تكون كورونا بالإضافة إلى غير كورونا. البيانين confirmation هي كورونا ولا لا عملية في النهاية التستينج النهائي اللي بيكون في المعمل واللي هو عن طريق الفيرال لود وأعتقد بيعملوه بالبي سي آر أنا ما متأكدة نوع التست وطبعا بيكون البي سي آر أيوة هو بيكون سواب من النيتال سواب ولا الإيزوفيتال سواب. فهنا ده بيجي السؤال السنسر أنا يعني حسب فهمي البسيط الآن من الكلام ده كله أنه هو السنسر ما هيقدر يعمل عملية زي لو قدر يعني مثلاً أنه هو to detect الفيروس عن طريق الإسواب عن طريق إيش؟ طريق شنو؟ لو قدر أنه هو to detect الفيروس مثلاً أنه يكون في لينك بين الأعراض دي كلها وبأن أيوة. الناس تقدر تعمل التست بتاع البي سي آر ده عبر السنسر دي هتكون حاجة كويسة جداً بس ما عارفة صراحة مدى الابليكابيليتي بتاعتها لأنه في النهاية ده شغل آي تي ولكن أنا المشروع حقك ده
فوائد كثيرة. أنا فكرت في زوايا تانية، حتى لو الزاوية بأنه ما في طريقة إياها بس بالأعمال الحيوية دي، أنا فكرت فيها مثلا زي ما قالت ضحى موسم الحج for example، أو في موسم تاني حصل يمكن السعودية الآن بدأت أنه هي يعني تعمل controlling للديزيز، لكن متوقع أنه هيجي تاني مرة تانية، أنه ناس متوقع هيجي تاني يعني ويف من الديزيز. بيجينا هنا السؤال، أنا يعني الفهمته الآن أنه السنسر ده ممكن يشتغل لي زي فكرة الفرز في المستشفيات، بيجي المريض من الأول، إحنا بنعمل الفرز بنشوف هل هو أقرب للكورونا بالسكورينج، فيها منها جزء لها علاقة بحاجات السوشيال وفيها جزء لها علاقة بالحاجات الحيوية الطبية. بالحاجات الحيوية الطبية دي ما أعتقد فيها مشكلة في السنسر حقك، طبعا حاجات السوشيال ممكن هنا بعد ده أنه الناس تلقى آلية تدخلها فيها. إذا نستخدمه في نظام الفرز أو الترياج ده من البداية، وبالتالي بيكون عنده ميزة أنه بيقلل لي الورك لود لما الناس هي داخل المستشفيات بدل 100 يعني كده بيقدر، وبيعمل لي بشكل كمان أنه بيكون honest. مرات المريض ذاته ما بيدي إجابة، يعني إذا أنا جيت تكلمت عن تجربتنا في السودان، لو ما كان صار مرات المريض ما بيديك الإجابة حقيقية خوفا من الوصمة أو الاستجمة مع الموضوع مع الكورونا. مثلا فكرت في موسم حوم عمرة أو موسم حج، هي لو من البداية الناس الحجيج أو المعتمرين كلهم لو ودوهم حاجة زي دي الساعات مثلا يلبسوها، طبعا بعدها بيجي فكرة الكوست افكتيفنس، دي هنا قصة تانية، يلبسوها ومن البداية بتعمل سورتينج وانس انه الناس دي بدأت يجيها مثلا اعراض بتاعة الفيفر سواء فيرال انفكشن سواء اذا كانت كورونا او غير كورونا، معناه هنا في يعني في بعدها زي ما بيقولوا بقى في خطر للعدوى، وفي الحالة زي دي المريض ده محتاج يمشي المستشفى، وجوه المستشفى بيبدأ يشوفوها هل هي سارس القديمة، هل هي كورونا الجديدة، هل هي حاجة تانية ولا لا. طبعا فكرتها حقة الجي بي اس مربوطة بالجي بي اس واللوكيشن والمابينج دي حاجة ممتازة جدا، يعني أنا بتوقع لما يجيني معتمر بيكون ماشى هنا وهنا وهنا، دي بقدر عن طريقة ذاته أعرف المريض يعني مثلا انه احنا لو دارين نعمل تراكينج للناس زي في حالة الكورونا، فهي الحاجات دي كلها ممكن يعني انه الناس تعمل لها كومباينيشن مع بعض وتمرق يعني بالحاجة اللي هيكون عندها فائدتها بشكل بآخر. يعني حتى لو بقى انه انا الساعة دي او السنسر ده ما بيقدر بشكل قاطع يقول لي بانه ما في انه دي كورونا، لكن بيقدر يفرز لي المريض، وبالتالي انا بيزحموا لي الناس او في المواسم الآت هذه ريسك زي في السعودية طبعا الحج والعمرة لما تفتحي اكيد ما للأبد هتكون مكفولة. طيب اذا محتاج انت يكون عندك سيستم، السيستم ده تقدر تعمل بيه وفرزي للناس دي، وفي نفس الوقت طبعا كل ما قللت العمالة كل ما كان حاجة انتليجنس، كل ما حاجة فيها يعني شغل كوستف بيكون يعني حاجة أكثر للناس. فهي دي شكل الحاجات والأفكار الجات في راسي الآن من الديسكشن يعني. أيوة معك سامينك. هي طبعا يعني هسيتو كلام كده معناه الموديل هيكون هنا probability يعني ما في حاجة decisive مش كده؟ ما في لحد الآن، لكن زي ما قلت لك بتعتمد برضو على الناشونال داتا بتاع البلد، بتديه وقد تديه حلول يعني. طيب نحن عشان نكون أقرب يا دكتور أنور، ألو؟ أي معك سامعك. أيوة، فالسنسور ده والهناي ده يعني نحن هو ده طول مستخدمينه، ودي كانت يعني كبروبوزل وفكرة، لكن يعني نحن همنا كله نشتغل على الكورونا. هل لو نحن قمنا مثلا شفنا إنه ما ممكن يتحقق إنه السنسور ده يقرأ لنا بالضبط يعرف إنه ده مريض كورونا أو لا، ممكن نشوف يعني اي حاجه تاني اي طول تاني، المهم احنا ما نفقد. اذا انا فاهم الوضع تماما يا امير، انه أيوة. انت عندك اكسبتنس لبروبوزل فندد، لكن بالضبط. ما عندك لسه الميثودولوجي ولا الحاجه النهائيه الموديل حيطلع بالضبط. احنا محتاجين انه يكون في فريق بحثي كامل يعني نتشارك فيه كلنا بانه نوصل لحاجه ممكن تكون اقرب لما تكون حقيقيه، يعني ما حاجه تكون مطلسة سعيد. بالضبط. طيب شنو أشواق وضحى في المقترح ده الكلام ده؟
عندكم حاجة انتوا في بالكم محددة؟ يعني حاجة كده تفيد الكورونا يعني مثلا، أي حاجة كده تفيد الكورونا، لأنه هو يعني الفن خاص بمرض الكوفيد 19. فزي ما قلت لك يعني التقديم اللي قدموه يعني أكثر من 150 بحث في الجامعات السعودية، لكن اللي تقبل 7، والحمد لله يعني واحد من فكرة مشروعنا ده. تمام؟ فقال دكتور رغيف قال لك الطشاش في بلد العماية شوف ولا شو؟ ايوه والله السعوديين لو خلوها لروحهم الله ما يحاولوا اي شيء. فانا زي ما قلت لك يعني انا ما عندي الهناية. هو لما جه قال لي الكلام ده انا شفت الكلام ده كويس مره بالنسبه للحج يعني، وبيعرف وفي حاجات كثيره جدا زي دي. فنفس يعني عندي مشروع شبيه زمان يعني كان 2016 عملته برضه، وكنت يعني براي والله دخلت فيه، وبعد شوية بيجينا 7 وكانت كلها 300,000 ريال. فبعد دخلوا 7 وده يجيب ده وده يجيب ده وكلهم يعني ناس متمكنين، المشروع وصل 9 مليون. تمام؟ هنعبر يا ضحى هنعبر. أيوة بس كده اكزاكتلي انت عارفه الضحكه دي زي بسمعها بسمع سيره القروش. والله يا دكتور في ظرف السنه في ظرف السنه جو قال لي يا اخي هذه 300,000 ادينا الفكره. شرطه طوال يعني المودل الكاسي له من زمان، احنا المودل بتاعنا نكون قاعدين في بلدنا ونقبض الريالات. فهذا قلت له كده انساه لي هسه بتاع الحج والهنادة حاجه ثانيه، لكن هسه احنا اللي عليه الفم طبعا على الكورونا. فلو ما كان انه السنسر ده يعني ممكن يعني يكون حاجه كده براكتيكال وممكن تحت غراء او تحت كده، فممكن نشوف حاجه كده يعني من قراءتكم من اطلاعكم كده هنا، ممكن نشوف حاجه يعني في الكورونا تكون حاجه جديده كده ممكن نحن كتحليل اناليسيس. تمام؟ طيب بالاضافه للتحليل بتاعكم الاناليسيس بتاعكم احنا ممكن نحط ما يعني احطه في صوره بتاع التول بتاعتنا في الحاسب الالي. فانا زي ما قلت لك يعني دكتور انور صعب انه السنسور ده يكون موجود كده والواحد لابسه كده 24 ساعه، هو يعني ممكن تكون مكلفه شويه لانه فيها سيم وفيها كده يعني هيوزعوها على الشعب كله يلبس الساعه دي. تمام؟ فدي فكره ثانيه. تمام؟ انه بس يدوها لكبار السن من عمر كده لكده، فهنا هنا هنا هم ممكن يوزعوها، هم هنا ما عندهم مشكله في السعوديه يعني ممكن يعملوا منها 5 مليون نسخه يوزعوها مجانيه والناس تلبسها كوغايه، يقول لك دي وغايه وبس تلبسها كده يعني. لكن الواحد ما بيلبسها 24 ساعه، ممكن يكون ما عنده ليها هنا يشيلها ويحطها في البيت. وزي ما دي كمان قلنا بيساعد بعدين في الحجر، يقول لك انت انحجر في بيتك، لو انت لابسه بيعرفوك انك انت طلعت بره البيت. تمام؟ لانه سنسور ده على طول بيحطي انك انت طلعت بره الزوم. انا اعتقد يا امير أيوة. طالما احنا طيب معناه ده برضو عامر بودينا للنقطه بتاعت انه احنا محتاجين نفهم شكل الكورونا في البلد هناك كيف. يعني عشان انا مثلا اقول والله الناس الكبار اللي بيكون عندهم كده وكده وكده غالبا عندهم كورونا، يلا غالبا دي الكده وكده وكده وغالبا دي ما بتختلف من حته لحته. اذا انا محتاجه اعرف شكل الكورونا في الناس الكبار في البلد دي كيف، لان بعض مرات حتى الجينات لها دور بتاثر في يعني مثلا احنا بصوره عامه في السودان مثلا انا بتكلم مثلا الملاريا. الملاريا انا ممكن ايام الجنوب كان لسه ما اتفصل، انت ممكن تمسك زول شافع بتلقاه حايم وبيلعب في التجيب وشفته من كرة الشراب العجاجة اللي رب السماء تمسكه تعشله وفحص ملاريا تلقى عنده ملاريا تقيلة جدا. ربع الملاريا دي مسكت زول في نص الخرطوم او في الشمالية بيكون رادد في المستشفى. تختلف نفس الاعراض نفس المرض لكن اعراضه بتختلف من منطقة لمنطقة باختلاف يعني في عوامل كثيره بتاثر فيها، تركيب الجينات، المنطقه، جغرافيا المنطقه، في حاجات كثيره بتاثر فيها. فانا لما قدرت تتحصل على ناشونال داتا يعني اكيد في ناس كبار
أصيبوا في يعني في السعودية، يعني الكيس بتاعتهم عالية شديد، إذا قدرت تتحصن قول لهم أتليست أدوني الداتا بتاعت أي زول الأربعين، هم ديل بعد الأربعين سنة أغلبية الأمراض المزمنة بتبدأ تظهر، اللي هي وانصنوا ظهرت أمراض مزمنة معناها زول ده عرض نسبة الإصابة ليه عنده، يعني نسبة الخطر بتاعته بتزيد. فإذا قدرنا تحصلنا مثلا بس نفهم شكل الكورونا دي بتيجي بيعطوا أعراض في الناس دي السعوديين. والله زي ما قلت، أيوة زي ما قلت لك هنا هي صعبة، لكن أنا بعرف 7 سودانيين جاتهم كورونا هنا، 5 شغالين في شركة واحدة وكلهم أولادنا، واتكلمت معاهم ما قابلتهم طبعا شخصيا هنا لأنهم يعني طلعوا من الحجر هسه قبل كم يوم. لكن أعراض يعني واحد يقول لك حمى دي يعني على بعدي 3 أمتار، ها أنت لو جاي ماشي عليه يعني كأنك مولي حيتر. هذا كلام هم وصفهم. عندنا واحد زميلنا في الجامعة أبو توفى الأسبوع الفات في المدينة، برضو أبو عمره 65 برضو جاته كورونا توفى. تمام، واحد هنا برضو من أصحابنا ديل برضو توفى أمس، سوداني زوج واحدة سعودية هنا، ديل كلهم بالكورونا. يعني سبحان الله ناس ما بعرف ليه زول في السودان من عارفي من ناسي من قريباي جاته كورونا، إلا الناس اللي هنا 7 ديل، وكلهم يعني اتكلمت مع الشباب 5 دي كلهم اتكلمت معهم، يعني الأعراض شنو، أجاتك شنو، الحاصل شنو، يعني هي نفس الأعراض اللي بيقولوها للإنفلونزا، بس في فتور شديد مرة، الواحد بيحس إنه جسمه مكسر. تمام، ومؤاخذة في إسهال شديد وفي حمى شديدة، فدي الحاجات. لكن هم الحمد لله كلهم لأنهم شباب، فديل كلهم خدتهم في الحجر في فندق 14 يوم، التست الأول والتست الثاني برضو طلعوا بوزيتيف، التست الثالث طلعوا نيجاتيف، طلعوهم من الحجر. فدي المقابلات، لكن الأعراض هي نفس الأعراض، لكن أنا ما عملت يعني بحث في السودان لأنات جاتوا في السودان أعراض، هل بتختلف زي ما شفنا في الإنترنت زي ما شفنا في الفيسبوك؟ قالوا حتى الصينيين قالوا دي مكرونة، يعني ما عارف الواحد ها. وتاني جو قالوا لا نحن اصلا ما قلنا كلام زي ده. هل الاعراض اللي هناك بتختلف عن الاعراض اللي انا قلتها هنا للشباب اللي اصابتهم كورونا في السعوديه ولا لا؟ طيب دي ما برضو دي عشان كده دي اختلافات كتير. حتى الفيروس السيكونس بتاع الفيروس، يعني في هاي الفيروسات في النهايه كلها كورونا، لكن في سيكونس قد تكون في كم ستريس واحد مثلا مصيبه اللي بيمسك الشرق الاوسط مختلف، يعني في حاجات كثيره، في عوامل كثيره قد تكون مختلفه. في ممكن تكون في environmental factors، العوامل البيئية، درجات الحرارة، الرطوبة، في factors كتير ممكن تأثر على الأوتكم النهائي للعيان، إنه يعني تحصل له مضاعفات أو يبقى كويس أو دي واحد من الأسباب. يعني نحن أهداف في السودان بدأت نحن عندنا أهداف في السودان بدأت، يعني بدأت بعد ما في بعض الدول بدأت تنحسر، نحن في السودان يعني سبحان الله. ما بس السودان، كل دول أفريقيا الكورونا دخلتها متأخر، يعني بعد ما ضربت أوروبا وضربت أمريكا وضربت آسيا، حتى بعدها آخر قارة تعتبر خشت فيها الكورونا أفريقيا. في حاجة علمية طلعت يعني حدثوا السبب ليه، يعني ناس كثير بتقول في سبب مغنى، سبب علمي ما عارف، قد تكون انتشار ما عارف يطلعوا هم بطلعوا نظريات، قد يقولوا قد تكون البيئة لها دور، درجة الحرارة قد يكون عندها دور، قد تكون الجينات بتاعة الناس الأفريقيين لها دور، قد تكون نسبة الانتشار في الدول في القارات الثانية أكثر، لأنه أصلاً حركة الطيران للدول الثانية المتقدمة أكثر. يعني هنا يسمى شنو هي حركة الطيران لأفريقيا أقل، تكون واحدة يعني هم خدوا كذا سبب، لكن ما قادرين يخطوا يدهم اللي يقول السبب الرئيسي وكذا، طب ما عارفين، فدي كلها أسباب بتخش. فعشان أنا لما أتذكر يعني هسه مثلا نسبة الشفاء في السودانيين أول ما بدأت أسس نسبة الشفاء تعتبر عالية في السودانيين هنا، يعني أول ما صفتنا 6000 حالة في السودان، العدد المكتشف لحد الآن المثبت هذا الشفاء ضربت دوب 2000 من 6000 ديل المشخصين confirmed، ما مشخصين ديل ما معروفين كم، والشافوا كم ما معروفين للحالات المؤكدة. قد تكون في اختلافات، عشان كده قد تكون في اختلافات من من منطقة لمنطقة، من دولة لدولة، من population لpopulation، يعني هي اختلافات. لكن في العموم في حاجات عامة، يعني
دي الحمى العالية والمستمرة يومين أو ثلاثة، دي أنا سمعتها يعني سمعت أنا هنا طبعاً أنا برا السودان الآن، سمعتها في السودان، سمعتها من ناس أصدقائنا في السعودية أو الإمارات، فبتلقي في symptoms هي يعني شبه typical بتسمع بها في كل مكان، وفي symptoms ثانية حقيقة لا بتختلف، وأعتقد هنا بيدخل فيها يمكن الفاكتورز بتاعت الجينز بتاعت العمر بتاعت الزول ذاته صحته أو الفيتنس بتاعته أصلا قبل المرض وإلى آخره. فطيب أنا الحاجة كنت عايز أسألك بها يا ضحى باعتبارك أكيد كان أنا قريت بوست وطبعا ما متأكدة في اللحظة دي من مدى يعني أنه هو صح ولا لا، البوست بيتكلم بأنك كيف تعمل differential diagnosis للكورونا من العموما من الـ blood counts بالذات الـWC ده كان الحاجة اللي أنا قريتها. في بعض الدول كانت تست غالي جدا من الكورونا من كريات الدم البيضاء يا ضحى وكانوا يعني كانوا عاملين لها كده زي ليفلينج يعني مثلا كده طبعا هي ستيل probabilities لكن بتبقى probabilities عالية لانه قالوا التست كانت مثلا غالي على الناس الدول اللي هي ما كانت داعمه عمليه التستينج للناس فكانوا مثلا مطلعين بان زول لو اخذ بلود سامبل من شكل البلود من شغل كريات الدم البيضاء طبعا كده بيقدر يعرف بيقول بانه في فايرال انفكشن عالي شديد ومن بقيه السيمتومز طبعا هنا بتبقى ان زول ده هاي بروبابيليتي عنده كورونا وفي كل الاحوال هو اذا كان كورونا او انذر فايرال انفكشن وما في علاج سبيسيفيك ففي النهايه بيدو زول سبورتيف ثيرابي. دي كانت الحاجه اللي انا قريتها فما عارفة هل الحاجة دي مدى صحتها وفي نفس الوقت لو إحنا عملنا مثلاً أنه السيمتومز لأنه بالنسبة للدكتور هو مشروعه مربوط بحاجة بأريا محددة يعني السيمتومز المعينة دي من ناحية فيفر طبعاً والفيفر بتقدر تحوليه لحاجة بيولوجيكال الأكسجين مثلاً أنا ما بعرف شنو كده أكيد في فيتشر معينة بتظهر لما يعني مثلاً أقول لك زول عنده زي إحنا بنقول دراي كاف براها ما معناها كورونا حمى براها ما معناها كورونا لكن دراي كوف بلس حمى بلس مثلا الأزول بيكون تعبان بلس نقص الأكسجين بعد كده هنا بتبقى كل مرة كل ما بتزيد الحاجات مع بعض بتزيد نسبة البروبابيليتي أنه دي كورونا لغاية ما يجي التست النهائي اللي هو بالبي سي آر بيعمل كونفيرميشن فهي بتبقى شكل الحاجات كده لانه عارفه صح السيمتومز هي هتختلف من مكان لمكان لكن في النهايه بتلقي في سيمتومز جنرالايزد يعني عامه اكيد. انور كان في الكاليندر تشير سكرين منو دارام شير انا ضحى ضحى طيب طوالي نعمل لك ميك هوست يلا عملي شير سكرين تمام والله سعيد جدا جدا اخوانا الجلسة دي لانه وارين بيزنس ناو زهرة فيكم نعم زهرة طيب ده مثلا البروتوكول بتاع السودان يعني كيف انك تعرف يعني تسسبت إنه العيان ده قد تكون عنده كورونا ولا لا اللي هي بتكون في مناطق الفرز المريض دول ما يجي خاشي هنا حتى الفرز دي طوالي الكادر المدرب ده بيقعد مثلا الشخص عنده تاريخ سفر ولا لا وهنا بتديه السكور بتاعه مخالطة لحالة مؤكدة ولا مشتبه وفي تاريخ السفر في حاجات الريسك بتاع إنك قد تكون إكسبوز وفيها باعتبار إنه ده يشتغل على السنسر طيب ضيق وسرعة في التنفس سواء كانت هسه جاتك ولا زادت الحدة بتاعتها كانت فيه بعدها بتبتدي كحة جافة أكثر من 38 درجة مئوية لأن الحد 7 درجة الحرارة بتاعت الجسم النورمال لحد 37.5 أكثر من 7 أكثر من 38 تعتبر حمى وجع حلق أو سيلان أنفي صداع أو آلام شديدة بالجسم دي الحاجات اللي بنقول كمون ممكن تكون عند مريض بتاع الكورونا بصورة عامة ويش يعني دي ان احنا ممكن نضيفها بعدين في العالم ده اول ما اوبشن اللي هي ما اعتقد نهائي
بالضبط. ممكن أضيفك أوبشن بعدين. يلا دي ده البروتوكول بتاع السودان. قد تكون أيوة بالضبط. السنسر بتاعك إنه أكيد بيقيس درجة الحرارة الحمى بتاعتها. نعم. خلاص يعني من الحاجات المكتوبة قدامي دي ممكن يقيس لك طالما هي زي الساعة مع الصنفريات ممكن تقيس الحمى. ممكن تقيس درجات القلب. الحمى لما تكون عادة في حمى بترفع مع درجات القلب طوال نتيجة بس للحمى ما بغض النظر عن أي مرض تاني بس الحمى بترفع درجات القلب مباشرة. فكده ممكن تلقى حالتين ماشات مع بعض طوال حمى وارتفاع في درجات بالذات بتاعت الجسم تزيد كل ما درجات القلب بتجز بتزيد زيادة. لكن إذا في زول كبير وعنده مشكلة في القلب يلا هنا قد تلقى الحمى وتلقى المشكلة في دقات القلب عدم انتظام أو في مستوى أو تقيل حتى كمان. فده برضو بتعتمد يلا على المريض والمشاكل المزمنة عند المريض. قبل عشان كده قلت لك إذا في خيار أوبشن إنه السنسر ده أنا الزول أديه للمريض أو أنا المريض نفسه تديني خيار إنه أنا أدخل داتا أنا. يعني إذا بتسألني أنت ضد في التنفس ولا لا؟ أنت قحرة ولا لا مثلا؟ توجع حلق ولا لا؟ طيب معليش يا ضحى هي طبعا ده شغل بتاع يعني سنسر ناس الاي تي. هل السنسر ممكن يقدر تو ديتكت الدراي كوف؟ يعني هل اولا سؤالي يا ضحى عشان نرجع للبايوكيمستري، هل بقدر اعرف من العمليات الحيويه في حاجه بقدر اعرف بها الريليز مثلا من الكيميكالز الموجوده في البلد ولا لا عشان تقدر تترجمها في السنسر ولا لا؟ احنا يعني ممكن نفكر بالشكل ده او في الاول كل فكره انه لا لو ما عندها يعني فهمتيني كيف انه الكحه مثلا لو بتزيد لنا سي مثلا الزول لما بيكون عنده حمى وجع جسم بتزيد الايزينوفيلز وبتزيد الحاجات دي في الدم، السنسر لو بيقدر يقراها لي كده اندايركتلي انا عرفتها بانه في مثلا التهاب. فهي بنفس انا بقدر السيمبتومز دي هل بنقدر عن طريق البايو كيميكالز ميدياترز اعرفها وبالتالي السنسر يقدر يقيسها لي؟ والله يعني لحد 7 شهور كان بس السنسر ده بيقرا ارتفاع درجه الحراره وزياده دقات القلب لحد 7 شهور. ايوه وفي السنسر موجود يعني ورخيص جدا هنا ب 120 ريال الواحد بيقرا لك الحاجتين دي فادي لك قبل 7 شهور لكن للان ممكن تكون ايوه لكن ما اعتقد انه بيعرف مثلا صداع الام في الجسم وجع حرق بعتقد انه صعب حتى في البرمجه بعدين صعب مش نادر. أيوة. أنا إذا فهمت أشواق قصده إنه هي قيس لي الصداع. يعني مثلا زي ما دركت زي ما مثلا الحمى بتعمل ارتفاع في دقات القلب مثلا. فالسنسر بيقرا ارتفاع دقات القلب معناها مؤشر إنه في حمى مثلا إذا ما قرا لي الحمى. فهي تدي شو حاجة بروكسي انديكيتر. لكن في أشياء مانوالي ممكن تدخل يعني أنا زي الساعة دي ممكن أضبط فيها الزمن. ممكن اضبط فيها الجوجل ماب فبالتاكيد انا ممكن كمان يكون فيها استبيان مثلا هل في ضيق في التنفس نعم ام لا دي بعدين تضاف كمانولي للسنسور لكن دي بعدين مثلا لو حاج كبير في السن ما بيقرا ولا بشوف ذات الكتابه دي لانه كل حاجه مثلا تغيرونا كده ها ساحه تغيرونا كده فما عارف انا الحاجات دي يعني تكنيكال هي ممكن تضاف بعدين كأسئلة عادية وكهنا لكن بيكون عندها يعني إفكت آخر في 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 جزء ما يعني اللي هو إذا حتى حتدوه للناس الكبار بس ممكن عادين يتم ضبطه يعني المريض كبير السن يتم ضبطه. أنا كنت ممكن تكون كصوت. أيوة ظاهر لنا الدار العامة. ممكن تكون كصوت. يعني تسأل يعني غير إنه تكون كتابة ممكن برمجة تكون كصوت. لا أنا قصدي أنا دايرة أنا بفتش في البروتوكول بتاع السعودية. أيوة. كان البروتوكول بتاع وزارة الصحة بتاع السعودية. أيوة. دايرة أشوف إذا هم عندهم تكلموا عن الحاجة دي ولا لا. تساعدنا في الاعراض ونشوف انه ممكن شنو منها. لا انا قصدي مثلا السنسر ده ما هو ما حيشتريه الزول الكبير السن ده براو من عندي صح؟ حتدي له
مثلا نديها الهيلث سوسايتي سواء كانت مثلا وزاره الصحه مثلا مش كده؟ ايوه مثلا طيب أيوة. وزاره الصحه دي ما حتوزعها والله يا اخواننا سايو تعالوا تعالوا عندنا سنسر لا حتجي حيكون عندها داتا بيس عشان تراقب به الزول فهي ممكن تسبب الداتا الاوليه وزاره الصحه والله مثلا السنسر رقم واحد عند المريض الفلاني 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 بالداتا وتسبب تنال السنسر بتاعه اللي هي الحاجات اللي ممكن تدخلها تعمل لها الانبوتس فكون انها هي صغيره ما بشوفه ما حيعمل السيت اب المريض نفسه او الزول المشتبه به لا تعمله الجهه اللي حتسلمه له في الريجستري بتاعه وقع عليك قصدي شنو؟ ممكن ايوه لكن حتى هنا الظاهر يعني عندهم البروتوكول انه من امر كذا على طول ده بيودوه لجهه اخرى الشباب ديل بيخلوهم في الفنادق العاديه لكل الجنسيات يعني ما عندهم هنا لكن لما يكون عمر زياده لما يكون شخص مثلا الميديكال هيستوري عنده امراض مزمنه ده على طول ولا بخلوه في الحجر بتاعه عندهم فنادق حجر ده على طول بوديه المستشفيات الكبيره اللي فيها عنايه حتى لو ما كان يحتاج عنايه يخلوه قريب تمام ايوه يخلوه قريب يعني حتى السودانيين دي خمسه فيهم ايوه ايوه ممكن تتدهور على طول مباشره ويكون قريب في المستشفى قريب للعنايه المركز حتى لو ما كان محتاج يحطوه في غرف قريبه طيب انا معلش عندي سؤال السنسر ده هو الان زي ما انا فهمت انه هو جاهز بيقرا لنا الحمى وبيقرا لنا ضربات القلب مش كده ما اكتر كده يعني مثلا هل ممكن يقرا لي مثلا فور اكزامبل يعني مثلا نسبه الجلوكوز او نسبه السكر في الدم نقدر نعمل ولا لا هو حاجه خلاص جايه جاهزه والله هو بيتبرمج هو بيتبرمج يعني تمام يعني حتى نحن في المشروع بتاعنا ده كان بتاع ماجستير برمجناها وزدنا عليه حاجات لكن طبعا انا ما اعرف انا كطبيب انه يعني من الصعوبه جدا انه تكون في برمجه لسنسر يعني بيقرا غير الحاجات دي يعني الحراره دي ممكن عاديه تمام العدد يعني تكون هنا يعني هنا لانه في الحاجات الثانيه الاضافيه دي يعني انا ممكن بشوفها لكن دي بالنسبه لكم انتم يعني هل ممكن انه الحاجه دي بتكون مثلا بتظهر في الجلد مثلا اللي عنده مثلا يعني زي نقصان في كريات الدم البيضاء هل بتظهر خارجيا في جسم الانسان ولا بس في حاجه داخليه؟ ده كان أيوة. سؤال ده هنا انا طبعا لانه دايره افهم شكل الحاجه عشان ذاته اقدر يعني معناه السنسر ده حاجه ما بتدخل جوا حاجه بتكون ايوه ده خارجيه برا ايوه ساعه كده يعني بس برا الجسم حاجه برا الجسم تمام أيوة. كده أيوة. بيديني ذاته فكره انه بالفعل يعني انه في حاجات عشان تتعرف الا يعني يكون في بلد صحيح. يعني صحيح من الدم برا صحيح لكن ممكن تبرمج انه يقيس ضغط الدم ضغط الدم ده مع عدد دقات القلب 1 2 3 4 5 دي بيحسب يعني على طول مباشره كم عدد كم 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 ضربه في الثانيه كم ضربه في الدقيقه دي بيحسبها كم ضربه في الدقيقه ايوه دي هل ممكن تحدد يعني سرعه سيلان الدم ولا حاجه هي طبعا ما في حاجه 100% لانه هسه اخر الدراسات بتقول انه في ناس بيجيهم كواحدة من العرب بيحصل انخفاض في ضغط الدم وواحدين بيحصل لهم ارتفاع في ضغط الدم لكن النهاية طبعا لو كان نورمال ما في اشكال لكن انه يعني قياس ضغط الدم ده ما بيحتاج منك عينه حيويه محتاج منك دم لا محتاج منك من اللعاب ما محتاج حاجه فزي هسه مقياس الضغط العادي ده في العادي بتشوف الميزان بتاع الزئبق في المستشفيات هسه بيوقف واحد في الالكتروني في البيت فاذا حاولنا نضيف خاصيه جديده للسنسر اذا بتقدر تبرمجه انه يكون علامه حيويه جديده تضاف للسنسر لنشوف احتماليه كيف طريقه قياس ضغط الدم بالنسبه للسنسر اذا في طريقه للموضوع ده دي يعني نشوف العمليات الحيويه في بروتوكول الصحه وزاره في السعوديه هنا يعني نشوف ايش العمليات الحيويه المهمه هي ضحى ما بتقصد كده ضحى بتقصد بانه الان ضغط الدم بيتقاس من برا زي فكره الساعه ايوه يعني ايوه فهي ضحى بتقصد انه السنسر ده ممكن الناس تضيف عليه خاصيه ضغط الدم بالاضافه الى ضربات القلب ضغط الدم وما حاجه صعبه مثلا ما زي السكري
محتاج نحن عين الدم يعني تمرق. ايوه دي بعدين لو زايده لو ناقصه الاثنين هم يعني سايد افكت للكورونا صح؟ ممكن ترفع وممكن تنزله الاثنين. وبعدين الاثنين لو ترفع شديد لو انخفض شديد بيبقى كده ريسك انه زول ده لازم يدخل اي سي. ايوه ممكن تكون اوكي يعني دي سهله لو اصلا خارجيه سهله. في اعراض ثانيه خارجيه من الاعراض الموجوده في البروتوكولات لو البروتوكول السوداني او السعودي يعني ما تحتاج عينه بتاع الدم ما تحتاج يعني منظار ما تحتاج ها سماعة حتى لو ممكن السماعة دي هما بس يعني الجزبية الرباط القلب تسمع دقات القلب ايوه دي الساعة بيسويها يعني. في اي حاجة تانية يعني في اي اعراض تانية ممكن خارجيا تتقاس يعني من الاعراض زي ما قلت في البروتوكول السعودي او البروتوكول السوداني في الحاجات الباقية الا زي ما قال الدخن زي بشكل كويشنير كده او استبيان وهي بس بتبقى هنا ممكن الانوفيشن انك نشوف كيف يكون سهل انه الناس تدخل الانبوتس الثانيه يعني مثلا لو عايز يقول نقول له هل عندك وجع حلق ولا لا عندك مشكله لا او كده دي هنا الفكره يعني انا عارفه انه ممكن تتبرمج لكن بتبقى الاليه اللي هي تبقى سهله مع الكبار العمر ما عارف ممكن مثلا انه هي حاجه تبقى بال يعني زي فكره جوجل الاوامر يعني فيربال الحاجه تكون عبر التوك مثلا اذا هو ما قادر او تتعامل بطريقه انه هي تبقى فريندلي يوزر للناس الكبار بيعرف يقروا مثلا الوان اخضر يعني مثلا يسالوا السؤال وبعدين يكون في تو كودز الوان يعني بشكل زي ده يعني انا معاك انه القرايه ممكن تكون صعبه لكن لو عملناها باكواد بالوان بطريقه انه يتكلم صوت. ما عارفه صوت برمجه صوت ممكن في سؤال كصوت ممكن يعني يجي كانه سؤال هل تشعر مثلا بصداع نعم او لا هو على طول لو نعم او لا بالضبط كده يعني دي انا بتنزل في الداتابيس ايوه دي بتنزل ايوه يعني بدلا من انه هو يقرا ويكتب انه احنا نعملها بطريقه انه هو يقدر تكون اكثر تفاعليه وتتناسب مع الناس اللي عندها مشكله في النظر او الناس اللي عندها مشكله في القرايه من في الاساس ممكن الاثنين ممكن تتبرمج بين الاثنين يعني قرايه وصوت ايوه فهنا ده يحل لك الاشكاليه بانه الاستبيان يعني الناس اللي ما بتقدر تقرا ممكن حتى كان اعراض زياده يكون فيها الاعراض الزياده دي يعني صداع تمام يعني ضيق في التنفس يعني دي حد يعني دي ما يعني نشوف من الصعوبه انها تتبرمج وتتقاس تتعرف يعني كقياس ميجرمنت من خلال الساعه عشان كده يعني دي تكون بعدين كصوت يعني اسئله فيها البروتوكول كل البروتوكول لكل الاعراض اللي موجوده زي ما الكلام ده الفلو بتاعه هيكون شكله كيف يعني كده يا ضحى ولا اشواق ووك مي ثرو سيناريو انا سيدي بروسبكت بيشنت افترض انه يحصل شنو معلش انا كنت بفتش في البروتوكول اوكي اشواق ولا انت قلت لكم الفلو بتاع الموضوع ده هيكون شكله كيف انا ده بروسبكت بيشنت ونحن جهزنا الموديل والجهاز ولا السنسرز والحاجات بتاعتنا كيف الموضوع ده يكون شكله في الرياليتي يعني بس الهايبوثيسيس بتاعه شكله كيف ووك مي ثرو السيناريو اوكي اذا انا يعني اذا شكل السيناريو في راسي الان لانه اوريدي ذا سنسر اتبرمج بشكل ما وتم توزيعه على كبار السن مثلا دي الفئه المستهدفين الان باعتبارهم ان هي دي الفئه الاكثر خطوره لفيروس كورونا هيتوزع على المريض
كده يعني مثلا دي الفئه الاكثر خطوره ان هي كمان حتى لو جاتها كورونا تبقى فكره السرفايفل معاها يعني اقل من الناس الباقيين. فهنا بيبقى بالنسبه لي ده جاستيفيكيشن كويس جدا انا ليه اخترتهم الجماعه دي، لانه معروف بانه الكورونا في حد ذاته في ظل عدم وجود علاج المشكله بتبقى لنا في الكومبليكيشنز اللي بتكون ظاهره فيها. وعاده الكومبليكيشنز يمكن اللي فيتشر اللي كانت موجوده كانت للناس with chronic diseases. العمر طبعا حد ذاته risk factor، ومع العمر risk factor بتلقى بأنه complications the chronic diseases الأخرى وهكذا. طيب إذا أنا داير الناس ديل ألحقهم من البداية مش قبل مثلا يصل ال complications في النهاية اللي بيحتاجوا ال ICU even ممكن في ال ICU ما أقدر ألحقه. طيب أنا ال vulnerable بالنسبة لي group ديل أديتهم الساعة دي أو السنسر ده، وطبعا عملت لهم عليه education، وممكن زي ما قال الضحى تكون فرصة بأنه يكون في baseline بيقيسه. تمام السنسر ده مفروض أنه هو يقيس مثلا ضربات القلب والحمى. طيب لو شعر هو بأنه في حمى وفي مثلا زيادة في ضربات القلب، هنا بيجي في probability ولو ضعيفة بأنه دي كورونا. طيب هنا ممكن يظهر بالنسبة لي بقية الاستبيان الآخر. طيب هل المريض سواء يسأله أو بكي، طبعاً ده تيجي هنا في حاجاتكم يا ناس الاي تي، أنه المريض يضع الانبوتس الثانية، هل في كحة جافة، هل في تعب، هل في sore throat، إلى آخره الأسئلة الباقية دي. وزي فكرة الاسكورينج العاملة وزارة الصحة، وأنا متأكد أن وزارة الصحة عندها هي ذات الاسكورينج الخاص بها، لو في سكورينج اللي هو دائماً حتى بيقول لك كده البيشن at risk، للإسكورينج ده هو مفروض هنا يعمل ألارم للجهات المعنية بأنه في مريض مشكوك به وعند كده 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 بشكل الحاجات وزي كده. طبعا الجهات المعنية بعد ده هتتفاعل مع الموضوع رسميا، أو أنه المريض هو هياخد وضعه بشكل سيريوس وهيمشي للمستشفى، يعني بتكون من البوست سايد دي كده شكل الفلو حقي الآن لكده الضوء، يعني بناء على المعطيات اللي عندي وعلى الإمكانيات اللي إحنا ممكن نعملها بها. بتيجي هنا فكرة الواتش دي، يعني هي في البداية لما تبدأ تترفع درجة الحرارة، لما يبدأ يحصل مثلا زيادة في ضربات القلب، هنا ما معناها كورونا، لكن نبدأ نسأل الأسئلة الباقية اللي هي بطريقة قلنا هنعملها user friendly، وده هنا بيجي دور الانوفيشن في الشغل حق الاي تي والتكنيكاليتيز حقتكم. وبعدين الاسكورينج هو طبعا بعد يجاوب الاسكورينج هو اللي إما هيعمل مثلا الريد فلاج بأنه لا ده هاي probability لكورونا أو even لهاي سيو بغض النظر أنه هي كورونا، لكن هنقول كورونا لأنه هو مشروع على كده، أو أنه لا يعني جست درجة الحرارة كانت عارضة لسبب من الأسباب أو ما في الأسباب الثانية حق الكورونا. يعني كداتا فلو أيضا بالنسبة لي يعني أنه بعد قيس الحاجات دي كلها، بعد قيس الأشياء الأساسية الرئيسية يظهر الاستبيان، يعني ممكن بعد ده التكنيكال إيشو أنه يحتي ألارم ويكون في يعني هو كنظام موجود في الداتابيس الاساس الرئيسي في مراكز العزل لاقرب واحد ممكن بعدهم يتعاملوا مع الحاله بالضبط، يعني ما يحتاج انه الشخص ده يروح مركز العزل وكده وهناك، فده بيكون هناك ادمنستريتر على طول بيعرفوا الحاله والاسعاف يمشي مباشره، يعني حتى لو من غير كولينج. بالضبط كده بالضبط كده، يعني هي دي كده شكل الحاجة اللي جاتني الآن في مخيلتي بناء على المعلومات الموجودة أو على السنسر اللي بيقدر يعمل يعني. يلا أنا تصوروا لي الفكرة ممكن تكون كيف عاوزين تلونش البروجكت ده كله، الخمسة مثلا على قولك الخمسة مليون سنسر حيدوا لي بارسين، أي زول حيدوه السنسر أوتوماتيكلي حيكون في داتابيز كبيرة يورجستر كل الناس اللي هتسلمهم السنسر ده، فيها هتدخل كل الحاجات، كل السكورينج سيستم بتاع الناشونال بروتوكول بتاع السعودية انت هتدخل هنا كإنبوت، يعني الزول اللي هيسلمه الهيلث كادر اللي هيسلم السنسر ده بيثقب، وزي ما لما تمشي للابتوب بيعمل له سيت اب، فالسيت اب هنا انكلود ان الزول ده هيدخل البيانات الأساسية كلها اللي بتخص المريض كبير السن ده.
سكنه حاليا اذا عنده اي امراض مزمنه في العلاجات بياخذ فيها السكن. حتى بالمناسبه انه ممكن تكون كريسك فاكتور انه للمريض انه قد يجيه هم قد يكون كبير سن قاعد في البيت، لكن الناس اللي قاعدين معاه في البيت كم شغالين شنو طبيعه العمل، قد تكون يجيبوا لو زول من برا من اهله. فكده بتكون عندك داتابيس ومنها الجي بي اس تربطها بالسيستم انه الناس اللوكيشنز بتاعت الناس وين حيكونوا الناس كبار السن دي. دي بتساعدك بعدين اذا لقد لاحظت اي مضاعفات تقدر تربطه باقرب مركز صحي او مستشفى او مركز عزل قريب للمكان ساكن المريض. بعد ده اديته السنسر بتاعك ده اوريدي الداتا بتاعتك انت كلها تسطبتها. فكره انه تخلي السنسر يوزر فريندلي وبكلر كودد ودخل فيه خاصيه الفيربال انبوتس انه المريض بيتكلم او الزول الكبير ده يتكلم يعمل ابديت. فينا ممكن مثلا السيستم تسطب انك السنسر يدعم له ابديت كله يومين مثلا كله 24 ساعه كله 48 ساعه يعمل ابديتس. طالما هو السنسر بيقدر يقيس لي بس العلامات الحيويه زي الحمى دقات القلب الضغط الدم دي الحاجات اللي بيقدر يقيسها. لكن قد تكون في اعراض قد المريض تجيه حمى قد تجيه قحه هنا ده السنسر ما بيقدر يقرا لي، قد تجيه صداع ده ما بيقدر يقرا لي، قد تجيه الام في الجسم ده ما بيقدر يقراها لي. عشان كده هنا الابديت ايزر كله 24 كله 48 ساعه فيربال ابديت. زول ممكن في السيستم هناك يسالوا او هو براوح للابديت فيربالي طوال الداتا هنا بتخش. فكده انا طوالي بتديه بيز على الابديت تطلع له الكلر كودينج انت ستيل اخضر ما عندك مشكله سكيب الايزوليشن بتاعك كيف بتواصل فيه علاجاتك او اصفر او احمر. هنا طوالي بيحصل التدخل لك زي انه احمر والزول بيبدا انه هاي سسبكت انه يكون الزول عنده كورونا. انت اوريدي عارف قاعد وين في السيستم عارف وعارف الكرونيك ديزيزز اللي عنده شنو عارف الميديكيشنز اللي هو بياخد فيها شنو انه ممكن تحرك له اسعاف اقرب حته من هما كان ساكن وتربط طوالي هنا بالداتا دي كلها بتصل الاقرب بيكون عارف لما نصل المستشفى عارف انه عنده شنو المريض طوالي ما بيقعد يضيع زمن في الهيستوري والتاريخ المرضي وقد تكون يا ربي والعلاجات ده كله عنده جاهز في السيستم يبدو المانجمنت طوالي بالنسبه للعيان. فإذا الداتا اللي بيقعد عندك افيلبل وبتقدر تربطه باقرب مركز بتاع تدريس خدمه صحيه سواء مستشفى او ايزوليشن سنتر. دي انا الطريقه مثلا في مخي شايفاها كده. طيب يا ضحى هو احنا من كده ما مختلفين، انت بس اضفتي عليها فكره اللي هي الداتا ذاته تكون عشان المانجمنت ما يضيع وقت ويسالوه في المستشفى وكده. هو انا الفكره ذاته انه السنسر انا بس السؤال اللي عايز اساله لك انت البقيه الاسئله حقت السكورينج يسالها كل يوم بشكل ريجولرلي ولا تكون بيزد على ارتفاع درجه الحراره؟ ممكن على الديفلوبمنت على السيستمز السيمتومز على الاعراض جرد ما يعني لكن في حاجه في حاجه قد المريض مثلا هي اغلبيه الحالات الحمى حاجه اساسيه فيها. لكن طيب اذا بدات تجيه مثلا ودحلك اذا بدا يجيه صداع ولسه ما جات الحمى ما انا عشان كده ده السؤال الان دي الفكره ما انت كلامك لو في لانه انا مثلا الفلوس دي كان بانه وانس يكون في ارتفاع في درجه الحراره هنا يبدا يسال بقيه الاسئله باعتبار انه السنسر شعر بانه في ارتفاع في درجه الحراره. لكن انت بتتكلمي على انه اوريدي انه الناس تعمل ابديتس كل يوم للسكورينج وبغض النظر عن في ارتفاع في درجه الحراره ولا لا. ايوه يلا دي برضه بتعتمد على البروتوكول السكورينج بتاع الناشونال بروتوكول بتاع الدوله بالنسبه للابديميولوجي بتاع الديزيز هناك عندهم شنو الموست كومن سيمبتومز شنو. الله يفتح هي دي تحديدا دي جاوبها يجاوبوها من عندكم هناك في السعودية. هل كل الحالات كانت فيها حمى؟ إذا كانت فيها حمى أو باعتبار بأن الحمى سكور أساسي فيها أو أن الحمى بتبدأ الأول هنا ده بيجي بالفعل أنه بقية الأسئلة تكون بناء على يعني بدل ما تزهج لأنه أنا فكرتي كيف يا ضحى مرض ناس كبار العمر أخلاقهم ضيقة كل يوم عشان انت تعمل له ابديت ويسالوا عندك كحه عندك وجع حلق عندك ما بعرف شنو ممكن يزهق بفك الساعه دي. ولكن انه السؤال ده لما تسال له بناء على
ارتفاع درجة الحرارة، هنا هو ممكن يشعر بأنه لا الموضوع فيه إنه هو أكيد شعر بدرجة حرارته، فهيجاوب willingly. عايزة تلعب على البيهيفيرال بالضبط كده، لأنه عادة كبار السن دول ما عندهم أخلاق، كل يوم تسألهم نفس السؤال وعشان يجاوب الأربعة أو الخمسة أسئلة ما حيعرف، يعني ما أعتقد أنه ممكن يتحملوها لك روتين، يعني دي هتعمل له حاجة في الكومبلاينس للسنسر ده أو للساعة دي. ولكن لو بقى أنه الأسئلة بناء على الحمى، إذا في حمى في ارتفاع في درجة، يعني في حاجة أب نورمال ظهرت في السنسر وهنا بدأت الأسئلة، هنا ما هيكون عنده مشكلة، إنه باعتبار أنه الحاجة الأب نورمال دي ما هتكون يومياً، يعني وحتى لو بقت يومياً معناه زود عنده مشكلة بغض النظر هي كورونا ولا لا. لكن برضه عشان ما تكون الحاجة دي أنه البيهيفير، إحنا خوفنا على البيهيفير يعمل حاجة لها علاقة بميديكالي، هنا دي ده محتاج أنه الإجابة تيجي من داخل السعودية، الناس البراكتيشنر في السعودية، هل كانت الحمى بالنسبة لهم يعني حاجة أساسية جات لكل الناس وهي بتبدأ بالحمى، أو يعني حتى الحمى بتكون مصاحبة بالحاجات الباقية ولا لا؟ This very interesting. دي لأنه هنا ده ممكن يسوق يعني يعمل تخريمة كده في المخالطين للزور الكبير السن ده، يعني إذا كان هو عنده ناس بيجوه ريجولري ولا هو أصلاً قاعد وسط ناس، ولا لأنه كبار السن ده بنتكلم عن إحنا الكات بتاعه من كم؟ 60 سنة ولا كم؟ يعني في طبعاً يسجين على دبلس كانت رفعت يعني يسجين على الكلاسيفيكيشن بتاع دبلس. أوه سوري الدبليو اتش او رفعت معنويات الناس شديد، يعني تزادت التينيجر بقتهم بعيدين والشباب زادتهم شديد، هذا كله الناس عمر البشير دير الله يزاهم، قال واحد قاعد في الحكم مليون سنه ويقول لك الشباب وما الشباب، بيجي الشباب بالنسبه لهم هم ناس السبعينات، ديل بيجوا الشباب عمرهم 50 بالنسبه لهم والصادق المهدي وغيره الله يكون في العون. فدي سبحان الله هسه دي ما مادة ده ما عمر البشر، دي الناس الدبلية شغلهم فترة بيدعي 40 ده عز الشباب. لا لا شكرا لهم يا أخي الله يديهم العافية. يعني سلطان يعني هي سلطان يعني آخر عمر للشباب كمسي وفقا للدبلية شو خلينا أنا أتشيك على تاني وارجع عليك، لأن حقيقة أنا عارف إنه بس السبكترم زاد، لكن يا ريت تشيك على المعلومه دي مهمه. اشواق كنت انت جيبت الحته دي. طبعا هو WHO عندها كلاسيفيكيشن خاص بها، ولكن الدول نفسها ذاتها بيختلف، يعني في دول بتعتبر انه من 60 دي الاعمار الكبيره، خاصة طبعاً في دولنا بأنه بتلقى زول عمره 60 سنة ومكعكع وتعبان وبسكري والضغط وكده، تعال أمشي في دول أوروبا دول أمريكا كده بتلقى 60 ده يدوبك هو داير يشوف حياته، وبالنسبة لهم الجرياتريكس أو الناس كبار السن فوق 70 سنة باعتبار أنه هم الستينيات عندهم بيعيشوها هيلثي بيكونوا ويلفيت وكده، فهي برضو دي لها علاقة بالتقسيم أو الدولة بترى كبار السن عندها كيف، يعني عشان كده بيحتاج برضو غير WHO يرجع لتصنيف السعودية مثلا، في أكيد عندها بروتوكولات التعامل مع كبار السن، في بروتوكولات بروتوكول الكوفيد الآن هم أكيد ذاكرين الناس الكبار العمر بيكونوا كاتبين رينج، فطبعا الأفضل أن الناس تلتزم دائما بحاجة الدولة ذاتها. يعني ده كلام كويس. طيب أنا برضو جاتني هسي فكرة في أنه إذا كان كبار السن أن إحنا هاخد البيهيفيرال فاكتور في بالنا، يبقى برضو كبار السن ممكن يسهجوا من الكوشنيرز، يعني لو انه الحاجة دي الانبوت هيتاخد منهم كيف، يعني هيجي زول يسأله ويقوم يملي وبعدين نعمش نعمل داتا انتري. ففكرت في موضوع بتاع شات بوت، يعني حاجة ممكن تكون زي بتونسك كده، حاجة زي سيري زول تسأله، تكون هي بتسألك حاجة زي الروبوت الهيومينويد الفريندلي وعلى الناس الكبار بيونسهم وكده، فممكن برضو يكون في الموديل في حاجة زي دي، يعني يعمل التشيك بصورة يومية، يعني ما بالضرورة يكون سنسر، ممكن يكون انتليجنت سيستم موجود في بوت ولا في أي ديفايس تاني، يسأل الزول أها عندك أي عرض كده، بعدين بيعمل انتربريتيشن للريسبونسز ب 1 2
1201 الى اخره, where 1 equal انه والله اخي عنده كوف, 0 ما عنده كوف, التمبريتشر بتاعته اوفر 38 الى اخره. رايكم شرف المقترح ده طريف, لكن اللي هي دي اعتقد ان دي على نفس النقطه بتاعت الشوط, يقعد كل طالب يمس كل يوم نفس الحاجه يعني بتقلص معاده. ممكن نعملها بشكل جيميفيكيشن يعني كل يوم تجيبوا بهناي مختلفه, يعني ما بالضروره يعني الاسئله ممكن تكون مختلفه لكن الانتربريتيشن بتاعها اسمه شنو ده. يعني مثلا الليله ممكن اسالك درجه الحراره بتاعتك اكثر من 38, بكره اسالك اقول لك الحاسب سخانه, بعده اسالك يا اخي الدائر تمشي تاخذ لك فريش اير برا. يعني الاسئله ممكن تكون فيها يعني امبلاينج للانسر لكن ما بالضروره تكون نفس الاسئله عشان تدينا نفس الانسر عشان ما تزهج الزول. ظريفة برضو, بس بتعتمد على السؤال الأساسي إنه نرجع للناشونال داتا إنه هل مثلا الحمى أو الكحة يعني السنسر اللي بيقراه ده على ضوء بيبدأ يقول اسئلته دي للمريض, هل هي مثلا حمى ثابتة لكل العيانين في السعودية بالذات الإلدرلي, وهل هي العرق اللي بعدها بتيجي بعد الأعراق. فوانس نتحصلنا على الداتا دي ويعرف لنا حاجة السنسر الحمى دي, أول ما السنسر بيتك ما ينكريز سلايت انكريز في درجة الحرارة طوال يبدأ بعد ده الأسئلة بتاعته دي. ده إذا بقى الأسئلة بتاعته دي إذا بقى الحمى أساسية أول من حسابها يقرا, بقت ما أساسية حنقول معناها فكرة تأكيد إنها ديلي بيز. تمام. أنا ما أعرف حصل شنو, ممكن تجيبه الحمى ما أساسية تكون جاه وتبوح على الحمى ظهرت له. قد تكون جاه حصل history of contact مع زول والله ولده جيب تونس معه والله مشيت لي صاحبي اللي كان قالوا عنده كورونا وكده, بقى عنده هسه history of contact هسه الليلة. فدي بس على الناشونال داتا. اوكي تمام. انا يا امير باي حال من الاحوال احنا دايرين اكسس للناشونال داتا ده عشان شنو شنو هنحدد منها حاجات ممكن نزالهم تاكد داخل الهبير بتاعتك هنا دي, ممكن حتى الساعه ذاته ممكن يكون فيها عرض لافلام اذاعه توعيه تشتغل مباشره. أيوة. يعني في الساعه دي شغاله مباشره بتكون مور اتراكتيف, ممكن بعد على طول تجي اسئله. لا لا مش كده, انا جاتني فكره في اثناء كلامك ده شفتها. أيوة. زي الاعلانات بتاعت اليوتيوب, مش الاعلام بيكون بيجيك كده ما بتقدر لو ما عملت سكيب لو ما دوست حاجه انتراكتد. أيوة. معه وما حيمشي. ايوه فممكن. أيوة. يكون مثلا في فيلم حاجه انترتيننج ولا شيء لكن. أيوة. لازم تجاوب على الاسئله عشان تحضر عشان تمشي لقدام. فديس فيري انتريستينج, يعني فعلا بتدخل فيها جانب البيهيفيرال وبيكون مور رياليستيك يعني. معلش قطعتك, انت كنت بتقول في فكره كامله. نعم نفس الفكره, يعني انا كنت بقول عشان انها تكون مور اتراكتيف للناس انه يكون فيها افلام يعني تثقيفيه توعويه. انا اسي مسجل الميتنج بتاعنا ده على اساس انه الناس ترجع بعدين تعمل ريفليكشن ومنه نطلع البروبوزل بتاعنا الكلي هيكون شكله كيف, لو في اي افكار اضافيه نمشي نشوف الليتريشر ونجي راجعين ثاني نعمل ايبوك. يعني باك اند فورس. والمشروع مدته كم يا دكتور؟ مدته سنتين. سنتين دي يعني لسه عندنا بينالتي اوف تايم انه نعمل ريفاينمنت كل مره نضيف ونطلب ميزانيه اضافيه وكده. ممكن يعني هم عندهم, لكن انا ما عارفه محتاج اذا عندنا سنتين ممكن تو ديفلوب حاجه مع ناس معامل ولا المختبرات اف ذي كان ديتكت الفيروس من العرق اللي هو السنسر ده ممكن يقرا لنا. ولا السعوديين ما بيعرقوا يا اخواننا زينا, لا بيعرقوا او فكرت في يعني ضحى من النفس, انا ما عارفه اذا بالنفس ممكن لا لا لكن قد. فاذا عندك حاجه يعني ما بقول ما انفيزيف بروسيدير دي كان ديتكت الفيروس والسنسر ده ممكن يقرا لك, تكون حاجه ممتازه شديد. ممكن لو طلعت حاجات زي دي في المعامل. ايوه ممكن. او اذا انت ممكن تقدم البروبوزل تعمل له اكسبانشن انك محتاج جزء عشان تو ابجريد السنسر بتاعك ده, انه في جزء والله مثلا الناس جزء بايوميديكال انا محتاج اف ذا فيروس بطرق محدده يجي معاك ميديكال ساينتست ولا بايوميديكال
they can detect the virus سواء من السلايفا سواء من النفس سواء من العرق حاجة زي دي possible doable. أنا ما عندي أدنى فكرة عن الموضوع ده. بيكون ممتاز بتقدر تغذي به السنسر بتاعه بحيث إنه الزول لابس الحاجة دي بالنفس أداك نفسه كده في السنسر أو أثناء ما هو لابس العرق طلع قدر يقرأ الفيرال لود أو positive ولا negative. طبعا ده بساعد شديد. Very interesting. دي حاجة هي للفيوتشر الفيوتشر اكسبانشن. Very interesting. Very interesting. تمام تمام. أنا أكتب واحد هنا دكتور سوداني شغال هنا في مركز عزل لكن اتصلت عليه في مجرد بس كنت عاوز أتأكد يعني قلت على أساس إنه خلاص هنا نأكد إنه كل الحالات المرض فيها حمى ولا ولا لا لكن لحد بكرة ممكن يلا يا ايوه ابي احنا ما ما عايزين داتا بتاع الدكتور واحد احنا دايرين ناشونال داتا بتاع الدوله يعني هسه لحد مثلا اخر عدد بتاع عيانين يسجلوا في السعوديه كم هلا الاحصائيات دي موجوده في يلا بس ايوه زول واحد ما بيقول حتى في المدن عندهم هنا حتى بالمدن حالات الشفاء لكن بيكون الناشونال ريكوردز بتكون موجوده يا امير يعني في المعمل المركزي يعني زول واحد يعمل لك ريفليكشن على ترند كده يا ضحى اعتقد البروتوكول انا خليني اسال مهند لانه مهند ده شايفاه مجمع بروتوكولات السعوديه يعني كان بيتكلم انه عندهم نظام فرز ونظام سكورينج ممتاز فاحنا نشوف السكورينج حق السعوديه هو بيدينا كلو على شكل الحاجات ماشيه كيف واذا لانه انا دائما كل الدول بشوف الحمى عشان كده بيجيبوا الماسح الحراري بس ايوه انا عشان كده يعني خطيت انه هو باي ديفولت انه الحمى دي لازم تكون موجوده في السيمتوم لكن طبعا قد يكون عم ضحى فاليد جدا انه هي دي ما العامه لكن استيل ما هيكون عندي هيكون في نسبه ممكن ما فيت مع السيمتومز دي برضو في حاجه تانية انا يعني شايفاها ممكن بما انه المشروع هو مدته سنتين اعتقد هنا محتاجين ذاته انه انه ناس تو ديفلوب فكره ايمن يعني الافكتيفنس للبروجكت ولو قدرنا ناس تو انكوربريت فيه حاجه كوست افكتيفنس هتكون هتدي للمشروع ده سامه اكثر وتديه في نهايه السنتين يعني مثلا لو قلنا انه المشروع الامبلمنتيشن حقه هيكون سنه سنه ونص او كده بيديك بعد فتره حقيقه البنفيتس الجينز مثلا كان على الدوله وعلى الاشخاص كانت شنو فدي لما تكون ذاته في البروجكت من بدايته لنهايته ونكون عارفين الانديكيتورز المحتاجينها من بدايه المشروع والى الانديكيتورز النهائيه وتكون انديكيتورز متنوعه جزء منها طبي وسيرفايفر والمعيشه والكلام وجزء منها ذاته بالنسبه للناس وراحتهم والبيهيفير زي ما قال انور الان اعتقد ده بيدي كمان ده سامه للموضوع اكثر يعني باعتبار انه هي ما بس لينك يعني بالنسبه للقطاع الصحي وناس تريتمنت فقط لكن الناس تنظر للحاجات الابعد من الكلينيكال اوتكمز ايوه كمان طبعا السعوديه عندها خصوصيه في انه بيجوا الحجاج والحجاج دي اغلب الناس كبار ما صغار بالضبط كده يمكن عشان كده انا في البدايه انا وضحى ما قلنا نستفيد منه في الحج والعمره حتى لو ما فئات الحج والحجاج والعمرة كاملة الفئات كبيرة العمر يعني باعتبار أن السعودية طبعا عندها خاصية وفي نفس الوقت المعتمر ده أنت ما بتقدر تقنقه من البداية ولكن بحتاج أنك أنت تعمل له مونيتورينج وتشوفه وين وكده إنه ما بتضمن أنه يكون قاعد في حتة واحدة يمكن عكس الناس الريزيدنت في السعودية في النهاية هو هيكون قاعد يعني ما هيكون متحرك ما زي المعتمر لو هو هيتحرك في حتات محددة بيكون فيها يعني احتكاك أيوة. كبير والله لو حصل أسي ومشى وأسي أسي مكنين يا كم مقبولة لو حصل لنا عادي يعني ممكن أجل ما في أسي العمرة دي يعني حتى نحن هنا نحن يعني من بداية الجائحة بالرياض الرغم بدأ الدور الرومية أسي يومين فتح فك الحظر من 6 إلى 8 اليوم الرياض 1099 1099 الرياض بس يعني فكوا الحظر أمس والليلة يعني حاجة ذاتها غريبة يعني بس الفيروس ده بس كأنه كف منتظر الناس يردد في بابه ما بدور البابا والله حاجة تحير يعني صراحة يعني يعني دي غرعة اليوم 1099 في الرياض أول أمس 4 أو 300 كم و70
الشهور اللي فاتت دي كلها يعني ارقام متدنية يعني انا ذاتي استغربت والله العظيم. تدخل الباب ده بس لقاوه في وشه والناس دي ودوه هناك. انت تعرف ممكن يكون عندهم تيستينج كده عشوائي عندهم تيست يكون لكن ما يصير الا في الايام دي عاوزين يخوفوا الناس انه مثلا يشتريوا كوشه. ما ممكن يكونوا فتحوا امبارح بس ولا اذا القراءات تكون في فتره الحضانه اي دي قراءات سابقه احتمال هم عندهم هدف انه تكون او الصدفه انه زادت الاعداد او كده يعني. طيب anyway انا عشان نكون زي ما بيقولوا to the point to the specific احنا ممكن المشروع انا متفقه مع الدكتور تمام بانه المشروع يبدا بكبار السن اللي هم المحليين واللي قدام يكون في مرحله ثانيه لو قدرنا نعمل اكسبانشن الحج والعمره بدات ترجع لطبيعتها الى اخره ممكن يكون انه الناس تدخل تعمل انكلوجن كرايتيريا للحجاج والمعتمرين اذا قدر مثلا يجيب فند زياده وكده وبتكون ظهرت ذاته الافشنسي بتاعته او جزء من الافشنسي حقته في الناس كبار السن الموجودين الان يعني. هنا حتى بيكون لما ان يكون في كولينج لمور بادجت او لفند يعني اكثر بيكون حتى ممكن تكون منطقيه اكثر. فده يعني رايي قصدي عشان الناس ما تتشتت وفي نفس الوقت ما نبني على حاجه ما معروفه لانه ممكن السعوديه في اخر لحظه تطلع قرار ما في حج او ما في عمره ما في حاجه معروفه لا معروفه المطارات دي هتفتح 200 لا معروفه ما في اي شيء معروف ما في خطر هنا داسي يعني عملوا لهم زي بلان كده انه 15 6 هيفتحوا المطار ل يعني الناس المقيمين قاعدين برا انهم يجوا راجعين لكن تقعد في الفندق على حسابك انت ذا لمده اسبوعين فتره الحجر ولو مركت جيت راجع لاي سبب من الاسباب برضه يعني عامل لهم خطه كده لحد 1/9 يعني من هسه احنا في 9/6 لحد 1/9 حتين انه الحياه تقريبا بترجع ب نايب ب 80 ولا 60% ما كلها تماما فالقصه دي حتطول يعني ما شويه ما حتى قريبه بالضبط كده. فهو احسن الناس تبدا بالمضمون ويشيل في الناس يعني الان احنا كمان يعني من 10 رمضان اجازتنا للان ما عارفين يعني كل ما يقولوا 1/6 قالوا 1/6 مشان حاجتنا 1/6 جاء قالوا لا ما تفتحها بس عشان غيرنا الحاجة تدفع 300 ريال ثاني جاء كده بس شغالين لحد هسه خليناها 1/8 قلنا كان ساي بس لقينا ايام العيد الاضحى دي وفكوها ساي وجينا راجعين ثلاث اسابيع 15 يوم بنمشي نجي لكن دي كمان مشكله يعني هسه كان لين الان يعني 15 يوم دي 21 يوم معناه حجري هناك وثاني تجي راجع ثاني حجري هناك هاي لحد كل شوي شغال حجر سعودي أيوة. حجر سوداني والله طبعا دي المشكله الواقع انا واقعه فيها الان يعني انا من الناس اللي اتقفل علي مطار الخرطوم وما عارفين نرفع وما معروف شيء وما مفهوم شيء يعني قاعده وين اصلا يا شباب انا الان في القاهره اوكي يعني مستقره في القاهره استقرينا في القاهره لما الدنيا لخبطت انا كنت في المغرب واخر يوم متحركين من المغرب يهو الدنيا كلها لخبطت ومطار الخرطوم قفل فكان اصلا القاهره اي فدخلنا القاهره يعني من اللحظه دي اوكي تمام ممتاز جدا جدا خلونا شباب ناخذ الخطوط الرئيسيه ممكن تزالوا اللي عنده حد هنا في السعوديه واللي عنده حد في هنا يعني في السعوديه هنا انا عندي دكتور بعرفه كده في العزب واللي عنده كمان ثاني حد يعرفه وممكن نشوف يعني اكسترا يعني زي ما تقول اعراض للكورونا ممكن ابليكابل بروجرامينج والان ابليكابل بروجرامينج دي بعد بس يا امير تكون صوت تكون ايوه يعني احنا بس في اتجاهين في اتجاه بتاع انه هنعرف الحاجات الموجوده وفي اتجاه اللي هو التطوير للاتجاه ده بتاع انه نطور سنسر عشان نعرف بطرق ثانيه غير الحاجات السيمتومز البروتوكولز المعروفه بس ما كبداية دكتور بد عشان نثبت لأنه في تقرير نسلم التقرير ده ومنها عليها يعني ممكن ناخد 25% من الفند كدفعة أولى فأسا دي يعني بدرجة حرارة بهنا ده كتثبيت يعني أنت بتقدم لهم تقرير التقرير ده بعد هم يشوفوه هنا خلاص بعد تبدو دفعة من الفند
فزي ما هناي قالت بعدين ممكن تظهر لابوراتوري جديد فحص جديد بتاع هناي في في بيحصل ديفلوبمنت. احنا بنعمل الكلام ده. ايوه 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 احنا اللي ناخد الاتجاه ده يعني. ايوه فحتى لو هنا يعني احنا ممكن لو في واحد عنده معمل نشوف يعني نقول له مثلا ذرات بتاعت عرق هل ممكن تظهر فيها؟ لا 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 دي ما دار زول بتاع بايوميديكال. ايوه ايوه يعني بس يعني يكون 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 كفحص جزئي يعني بس هو يدينا ريزلت بتاعت فحص ممتاز انه العرق ده هو شنو بالنسبه للكورونا. ايوه بعدين ندخل كسنسر يعني كل ما نسوي ندخل حاجه جديده كده بكون بعدين يعني تكون افيشن وتكون الفانكشن اللي فيه مناسبه يعني. ممتاز كلام طيب جدا ان شاء الله واخذنا من دمكم كثير. ففي اي شيء نعمل لنا ممكن نشوف ريلا لموضوع التست وحاجات ال يعني بشوفها حاجات بتوقع انها قد تدينا كلو انه نكمل على موضوع التست من حاجات احنا اضحى انت واشواق تكونوا انتوا الادفايزرز للمشروع من الجانب الطبي وكده لحد ما هناك عرفتي يعني بدون العمليات الحيويه اللي ممكن تلقاها يعني الحاجات دي انت واشواق تكونوا يو هاندل بطريقتكم تتصلوا باي زول لانه المشروع يعني مشروع شنو؟ هيكون فيه برنسبل ريسيرشر وفيه كده وكده فهمتيني؟ اوكي فنحن ناسي تيم يعني وي ار ديفلوبينج تيم في لسه عندنا بروجرامرز بهناك برضه ريكروتينج ففي النهايه احنا حنصل لحاجه يعني بروجكت تيم بتاع بروجكت فما داري انه كمان يكون مترهل يعني مثلا لو في حاجه مثلا فانكشن واحده ولا انبوت واحد انا داري من زول ما داري اجيب الزول ذاته بس داري منه الانبوت ده مش كده؟ اوكي فالليس انه احنا محتاجين زول اسينشال يكون اضافي في الفريق ما خلونا تستيك اللي احنا الاربعه دول اوكي تمام خلاص خير ان شاء الله شكرا جزيلا لكم لزمانكم يعني حنعمل كول ميتنج ثاني بعد ما شنو بعد ما كل الكلام اللي عملناه ده نلخصه ونحطه في دوكيمنت واحده تمام اوكي تمام يلا في اي زول عنده سؤال عنده حاجه اضافيه بس انا بقدر لقيت انه الايدج ديستريبيوشن مين اللي بحبز انه يقول لك حسب الكنتري وحسب الكونتكست وحسب الفانكشنز اها يعني في ناس ستيل ابوف 70 بقول لك هم اكتف وعندهم ستيل اكتف رولز فما صح انه يصنفهم كالدرلي في ناس من بدري احنا يجيبوا للزول اما بس عنده ولد وعرس يجيبوا له التبروقه والمصلايه وخلاص يكسروا صحيح فكاتبين انه ديبندس على الكونتكست تمام احنا كل الحاجات دي يعني بنقدر نستخلص منها بعدين احنا What do we mean by elderly في السعودية؟ لأنه دي الحتة بتاعتنا الدومين بتاع الدراسة. خلاص كلام جميل جدا. خلونا نحدد الحاجات دي. ممكن نعمل جوجل دوكيمنت تكون شير بيننا الناس تكتب فيها وتعدل فيها وكده لحد ما نوصل للحاجة الانبوت الأساسي اللي حيدخله دكتور أمير عشان ناخذ الانيشال فند ونتحرك بيهم. ممكن بعدين يعني كل واحد يرسل لنا السي في بتاعه ليكم الايميل. انا بعمل لك بس جروب في واتساب يا دكتور امير سلام طيب على اساس انه نكون احنا ونحن الاربعه دي جدا تمام اوكي ريسيرش بروجكت يعطيكم العافيه يا شباب اكتب على كورونا اكتب على كورونا عندنا 2 3 ريسيرش بروجكت تمام كورونا سنسر انا من السيمستر اللي فات الفوائل بتاعتي كلها كورونا سيما شغالين والله نفس عادي قلنا ما في سفر ما في اجازه اشتغلنا تدريس صيفي لقيت كورونا فتحت للطلاب ذاته لما اتخلعوا قال لي ملفك اسمه كورونا ها تمام خلاص هسه انا من ده اللي فيكم في الجروب اسمه كورونا تمام تعالوا كلكم في جروب دعوة صباح يلا يا شباب السلام عليكم شكرا جزيلا فرصة سعيدة مع السلامة